هل قانون بناء الكنائس الموحد وإن صدر هذا القانون يقضي على الكثير من المشكلات اللي ممكن تكون بتحصل من وقت للتاني، واللي احنا في مصر بنسميها فتن طائفية أو أحداث طائفية أو اعتداءات ما بين مسيحيين ومسلمين أو مسلمين ومسيحيين، ولا ملوش علاقة؟ يقضي جزء، يقضي على جزء. ممكن أقدر أقول حضرتك يقضي على 50% من المشكلة. 50%. 50% الباقي هتفضل ثقافة، هتفضل ثقافة. احنا أهلنا طيبين، أهلنا متعايشين معانا وطيبين، زي قلت حضرتك أنا انتخبوني مسلمين قبل مسيحيين، لكن في ناس متشددة متعصبة. دي مش بتبقى موجودة، دي بتسخن، بتدفع الناس الطيبين ان انت بتقدم خدمة لدينك لما تروح تعتدي على دور العبادة المسيحية، وهو بيختفي من الصورة، بيروحوا الطيبين يعتدوا. فالقصة عاوزة ثقافة مع تعليم ان دور العبادة ده واحد، ثبت للناس كلها، المصريين كلهم والعالم اجمع، ان الكنائس بريئة، ما فيهاش ولا اسلحة ولا زخائر زي ما كان في بعض الناس بتدعي هذا. ويمكن هم تراجعوا بعد 14/8 وحسوا ان ما فيش اي رد فعل من الكنائس اللي اتحرقت واللي اتعملت، فيبقى فين الزخائر بقى؟ ما فيش زخائر، ما فيش زخائر. طب انت خايف منها ليه؟ في خوف منها؟ هو في دولة في العالم بتعمل قانون لدور عبادة؟ انا على علمي ان مفيش دوله في العالم عندها دور بناء دور عباده. دور العباده بيخش زيه زي دور المباني، المستشفيات والمدارس في اي دوله في العالم. خلينا هي عباره عن مناره بتدي ثقافه روحيه ودينيه وثقافيه واجتماعيه لابنائها. طب ده يضر مين؟ مين يتضايق منه ده؟ مفيش حد يتضايق منه الا اذا واحد متعصب. وزي ما قلت لحضرتك ما ينفعش يقود دولة حد متعصب، ما يصحش احنا نستمع اليه. حضراتكم بحكم مواقعكم اطلعتم على اوجه، خليني اقول، التباين في وجهات النظر بين الحكومة وبين الكنائس التلاتة في موضوع هذا القانون، ولا ما عندكمش فكرة؟ وفي تسريبات، تسريبات، لكن القانون جه، يعني معقوله نواب البرلمان عندهم تسريبات كده زي الاعلام كده؟ مفيش اي زياده عندكم؟ لا، 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 هو المعلومات اللي عندنا انهم اجتمعوا مع مفيش حاجه جت. اول قانون قالوا 16 ماده، تاني قانون قالوا 8 مواد، اخر حاجه انا سمعتها 8 وانا برضو امبارح قلت 8 الاهالي والاقباط مش مرضي بالنسبه لهم. حتى الثمان مواد ده مش مرضي بالنسبه لهم. ليه مش مرضي؟ هم اطلعوا عليه؟ ما تسريبات برضه، ما التسريبات، ما ناس في الإعلام بيطلعوا، بينزل في جريدة. أنا لا، أنا بعيداً.